حلوين. أنا بشوف إنه الأحسن إنه نطلع من هون ونروح على السوق فوراً. هونيك في محلات ظريفة وأكيد رح لاقي شي يعجبني. هونيك منقدر منتفرج على الواجهات وما ضروري نفوت على المحل. نتفرج على الواجهات؟ ولا بس نتمشى؟ نفس الشي. بلاها رح روح على البيت. لا لا خلينا نروح على الكافيتيريا وناخد فنجان قهوة. ماشي يلا. كملي مشي كملي مشي يلا لا تتوتري كملي. لا توقفي هيك مثل الهبلة. الرجال اللي بدنا اياه على يمينك. سيد ساني تشادها، انا ناينا كاوار. تفضلي. حضرتك استاذ بأي مدرسة تعلمت؟ شو قلتي؟ سؤال كتير غبي. إذا بدك منه يعطيكي خبر فاسألي فوراً. اسألي عن الأفلام لا تلفي وتدوري. بقصد اسألك شو طريقتك باختيار الممثلين؟ شو آخر فيلم عملت عليه اختبارات؟ حلو خليك شف شوية أسماء. اسألي إذا ساعد حدا من الممثلين. وإذا ممكن تقلي شو الأفلام اللي اخترت إلها الممثلين؟ يا حلوة إذا بدك تسألي عن كل شيء ليش ما بتحكي لي شوي عن حالك؟